أيضاً مشاهدينا الكرام، كان في تصريحات مهمة جداً للرئيس، قال أيضاً أنه مشروع الحكومة لتطوير الريف المصري من خلال وضع الخطوات التنفيذية للقيام به، مشيراً إلى أن المستهدف تطوير أكثر من 4500 قرية ومن 30 إلى 35 ألف تابع لها وفق خطة بنتمنى للانتهاء منها في 3 سنوات. وأشار أيضاً إلى أن الحكومة والدولة وضعت كل المطلوب منها من تقدير لحجم العمل والمطالب لهذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذه أيضا. كما أضاف الرئيس أن مشروع تطوير الريف المصري تحدي كبير لتغيير واقع ما يقرب من 55 مليون إنسان في الريف. هاتفيا دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم. دكتور صلاح، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ ايمان. الحقيقه صباح النور. طبعا في ارقام الحقيقه مهمه جدا في الكلام اللي احنا بنقوله ده او الرئيس قاله في اليوم في الاحتفاليه. بنتكلم عن 4500 قريه، بنتكلم عن مده زمنيه تقريبا 3 سنين زي ما الرئيس قال، وايضا بنتكلم عن توابع كتير جدا بتتخطى ال 50,000 لهذه القرى. ازاي حضرتك بترى هذه الارقام وانعكاسها على التنميه في مصر، وايضا يعني المحور الاساسي اللي مصر شغاله عليه 2030؟ زي ما حضرتك تفضلت، طبعا هناك رؤيه واضحه جدا للدوله المصريه تجاه اعاده احياء الريف المصري. الريف الذي تم تجاهله خلال عقود طويله كانت لصالح الحضر، ده ادى الى وجود فجوه نوعيه كبيره في معدلات التنميه ما بين الريف والحضر، وتسبب في زيادة معدلات الفقر الريفي التي تجاوزت يمكن مرة ونص الفقر الحضري على مستوى محافظات الجمهورية. مصر بدأت من 2019 يناير 2019 تطلق مبادرة رئاسية جديدة من خلال طبعا السيد الرئيس، وهي مبادرة رئاسية حياة كريمة. ربما كانت هذه المبادرة امتداد لمشروع التنمية الريفية المتكاملة الذي انتهى في 2010 وكان بيستهدف الريف المصري، ولكن جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعيد إحياء القرى المصرية وتحقيق التنمية الريفية بمعدلاتها المختلفة على مستوى الجمهورية، وده يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن في معدلات التنمية ما بين الأقاليم المصرية من خلال تنمية الريف المصري. بدأت المبادرة في يناير 2019 حياة كريمة، نعم، استهدفت 143 قرية مصرية. فعلا في المرحلة الأولى تم الانتهاء منها تماما، زي ما بيقولوا تم تسليم هذه القرى على المفتاح، يعني خدمات بنية تحتية متكاملة، طرق، صرف صحي، كهرباء، غاز طبيعي، تليفونات، إعادة هيكلة وتأهيل المساكن، طلاء الحوائط، تنمية اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق من خلال مشروعات متنميات الصغر، برامج صحية، مدارس جديدة أو تأهيل المدارس والمستشفيات اللي موجودة بالفعل. كانت هذه المرحلة الأولى التي خصص لها 103 مليار جنيه، ولكن في ديسمبر 2020 كانت إطلاقة جديدة للمرحلة الثانية من حياة كريمة، والرئيس اتكلم فيها عن أنه متابعته بنفسه للإشراف على هذه المبادرة ومضاعفة القرى المستهدفة من 232 قرية مصرية إلى 1381 قرية من إجمالي 4500 قرية. عدد المستهدف الإجمالي للاستفادة من هذه المبادرة 2.8 مليون مواطن مصري، بحيث نقلل الفجوة النوعية ما بين الريف وما بين الحضر، ما بين محافظات الجنوب ومحافظات الشمال. بيتم المرحلة الأولى كانت بتشتغل على 13 مركز، منهم 11 مركز على محافظات الصعيد. 80% من المستفيدين كانوا محافظات الصعيد، ونحن نعلم أن الصعيد تم تجاهله لسنوات طويلة، لكن المرحلة الثانية بتستهدف 60 مركز بيضم حوالي المستهدف قرية. أيضا يا دكتور صلاح لو حضرتك توضحوا لنا بدرجة أكبر، يعني مش المواطنين، المستهدف الأعمال المستهدف القيام بها والخدمات اللي ستقدم وستكون متوفرة في هذه القرى. طبعا الأعمال مقسمة إلى قسمين، مجموعة البنية التحتية اللي هي الكهرباء والصرف الصحي والطرق، وطلاء المساكن والبيوت، ده جانب. الجانب الثاني مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، دي مجموعة ثانية. الأولى كانت مسؤولة عنها وزارة التنمية المحلية، والثانية وزارة التضامن الاجتماعي. الجديد في هذا الموضوع هو ربط الزراعة بالصناعة في الريف المصري. الأول كان مجتمع ريفي ومجتمع فقط ومجتمع زراعي، لكن الآن بيتم إنشاء تجمعات صناعية عالية الجودة ومتسعة النطاق على مستوى المحافظات، بحيث نقلل معدلات البطالة في الريف
ومن ثم نقلل معدلات الفقر، ومن ثم نقلل معدلات الهجرة الداخلية أو الهجرة الخارجية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة. هذه التجمعات الصناعية بتتم في إطار الثقافة الإنتاجية أو نمط الإنتاج السائد في كل قرية، يعني كل مجموعة تجمعات قروية أو تجمعات ريفية بيتم إنشاء تجمع صناعي في ضوء هذه المشروعات. يعني أنا بنتج مثلا ألبان وإنتاج داجيني وإنتاج حيواني، هيتم عمل مجمعات للألبان، مجمعات لإنتاج البيض، منتج غيره. كل مجتمع ريفي هيبقى ليه ثقافة إنتاجية معينة، وبالتالي مجمع صناعي معين نربط الزراعة بالصناعة مع الأحوزة العمرانية الجديدة للقروية التي ظهرت مع منظومة البناء الجديد والتصارع على المخلفات في البناء. هيتم ضبط البناء وداخل القرية المصرية، والاتساع الرأسي بدل التوسع أو امتداد الرأسي بدل التوسع الأفقي في الأرض الزراعية، علشان أقدر أحد من معدلات الفقر الريفي وأحقق معدلات التنمية الريفية اللي أنا بنشدها في ضوء طبعا رؤية مصر 2030. هو ده يعني الجديد. فلما أتجه للريف، أنا مش معقول أبدا هنشئ عواصم حضرية جديدة، وبتكلم عن 14 عاصمة جديدة ومدن جديدة تقوم على الرقمنة والتحول الرقمي والشمول المالي، وعندي قرى وتوابع ونجوع ضعيفة جدا ما زالت ترسخ تحت معدلات الفقر. نعم. والرئيس هنا يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة. صحيح. بعد الانتهاء من كل، يعني خليني أتصور مع حضرتك كده، بعد الثلاث سنوات وبعد الانتهاء من هذا المشروع، هيعود على أي مؤشرات بالضبط يا دكتور؟ يعني سيعود على مؤشرات مثلا مؤشر زي البطالة، أو مؤشر زي بتحسين مثلا الظروف أو الخدمات اللي بيتلقاها المواطن من تعليم أو من صحة، أو يعني مؤشرات التنمية المستدامة اللي هي الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في المياه النظيفة، يعني بينعكس على أي مؤشرات بالضبط إذا ما نجح بالفعل وتم كما هو مأمول؟ أولا زي ما حضرتك قلتي، هو مش كده الثلاث سنوات، هو احنا المبادرة الرئاسية حياة كريمة مدتها خمس سنوات، تم الانتهاء من المرحلة الأولى عام خلال سنتين 19-20 اللي هتنتهي هذه المبادرة في 23-24، يعني بعد ثلاث سنوات بالضبط هيتم تخصيص لها 500 مليار. التقييم بقى اللي بيتم لهذه المرحلة وفقا لمعدلات، طبعا زي حضرتك تفضلتي، معدلات المؤشر الرعاية الصحية المتكاملة بالنسبة للمواطن، خدمات التعليم ووجود مدارس تستوعب الأعداد بالنسبة للطلاب وطلاب المدارس والأطفال، ما يكونش في تزاحم في المدارس، ما يكونش في يكون في مدرسة داخل كل قرية أو اثنين ويتم في وحدة صحية موجودة وفيها كافة الخدمات الطبية وفريق الطبي يعني كامل. في مؤشر طبعا معدلات الفقر والبطالة، احنا مستهدفين نصل في 2030 إلى 2.5% معدل الفقر. أنا بتكلم النهارده عن 29.7، إزاي هقدر أوصل إذا كان معدل الفقر الريفي 60%؟ علشان أقدر أحد من الفقر الريفي يبقى لازم أعمل هذه المبادرة، علشان أقدر يبقى إجمالي معدل الفقر في مصر لا تتجاوز نسبته 2.5%. كذلك معدلات البطالة، إحنا ما شاء الله بنتقدم، إحنا دلوقتي بنتكلم عن 8.7% معدل البطالة بالنسبة لمصر كلها، لكن طبعا البطالة في الريف بتتزايد يوم بعد الآخر، كانت بسبب الفقر الريفي المساكن العشوائية بتزيد، كل ما بصلح مساكن عشوائية بيهاجروا الهجرة الداخلية من الريف للمدينة، بينشئوا لي مساكن عشوائية على ضواحي المدن. دلوقتي أنا بقلل وبحارب العشوائيات وبحدد منظومة البناء، وبالتالي أنا هقدر أحد من معدلات الفقر ومظاهر الفقر والإحساس بالفقر، وهو ده أصعب ما يمكن وصفه، هو الإحساس بالفقر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أشكرك جزيل الشكر.